بالخير أحييكم أحبتي متابعي الشوط الثالث في كل مكان، نتواصل معكم في وضعكم بآخر المستجدات والمتابعات الرياضية التي نحرص في فريق عمل الشوط الثالث أن نضعها أمامكم أولا بأول. بإمكان جميع من يرغب مشاهدة هذه الحلقة على الهواء مباشرة عبر شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك وعبر صفحة تلفزيون الشرقية. جولة الشوط الثالث فيها الكثير من المتابعات والأخبار الرياضية، نبدأها من أهم العناوين. رئيس اللجنة الأولمبية العراقية رعد حمودي وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي يعقدون اجتماعا تداوليا مع رؤساء الاتحادات الرياضية فيما يخص العملية الانتخابية والتأكيد على إقامتها في موعدها المحدد. في إطار إعداده لنهائيات كأس شباب آسيا في جاكرتا، منتخب شباب العراق يغادرنا إلى الدوحة والإمارات لخوض العديد من المباريات التجريبية قبل الدخول في معترك المنافسات الآسيوية. ونجوم رياضة الموصل وروادها الأبطال يحتفلون بابن نادي الموصل نجم الكرة العراقية السابق الكابتن عائد أسو بعد عودته لأحضان الوطن من جديد. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم أحبتي المشاهدين، ونبدأ من تداعيات انسحاب فريق نادي القوة الجوية من مباراته أمام اتحاد العاصمة الجزائري في إطار إياب الدور 32 لبطولة الأندية العربية، إذ قدم رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية اعتذارا إلى الشعب العراقي وإلى اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية وإلى السفارة العراقية في دولة الجزائر. ورحبت اللجنة الأولمبية العراقية بمبادرة نظيرتها الجزائرية من أجل تدارك الأزمة التي حدثت على خلفية هتافات مشجعي فريق اتحاد العاصمة ضد لاعبي القوة الجوية في المباراة التي جرت في ملعب عمر حمادي بالجزائر من بطولة كأس الأندية العربية، وانتهت قبل 21 دقيقة على إثر انسحاب الجوية، وكان فيها العاصمة متقدما بهدفين دون رد. وأكد رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية مصطفى بيراف إنه تقدم باعتذار للسفير العراقي بالجزائر بعد هذه الحادثة، مبينا إنه وجه دعوة للأولمبية العراقية والأخيرة رحبت بهذه المبادرة. وصرح بيراف للتلفزيون الجزائري: اتفقنا مع الإخوة العراقيين بالتعاون مع الأولمبية العراقية ووجهنا الدعوة لرئيسها ورحبوا بالمبادرة لتجاوز الأزمة. وأضاف أن اتحاد العاصمة منح غرفة تغيير ملابسه للنادي العراقي واعتذر منهم، وعلينا نسيان المشكلة لأننا أخوة تربطنا علاقات أخوية وطيدة، وأن كل الشعب العراقي كل الحب والتقدير. الحقيقة مبادرة رائعة، وأكيد تنم على توطيد العلاقة بين الشقيقين وبين الأشقاء العرب. ما حدث من قبل بعض المحسوبين على الجماهير الجزائرية لا يمت بصلة إلى عمق العلاقة التاريخية الأخوية بين شقيقين عزيزين كبيرين هما العراق والجزائر. ومثلما رحب العراق بشقيق الجزائري عندما وصلوا إلى مدينة كربلاء وقدموا كل الكرم الحاتمي المعروف بالعراقيين، وهذا هو ديدن العراق. لكن بعض المسيئين الغير محسوبين أكيد على الجمهور دخلنا في متاهات نحن في غنى عنها في الوقت اللي إحنا بحاجة إلى رص الصفوف، إلى دعم العلاقات. إحنا الآن نحتاج إلى رفع الحذر، والجزائر من أهم الداعمين لرفع الحذر عن الكرة العراقية. أكيد نتمنى الموفقية والنجاح، واللجنة الأولمبية العراقية اللي رحبت بهذه المبادرة أكيد هاي تحسب إلى من يريد أن يعيد اللحمة من جديد بين جميع الأشقاء والعراق. أيضا مشاهدينا الأحبة، ما زلنا في اللجنة الأولمبية العراقية، إذ عقد رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية الكابتن رعد حمودي وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي من بينهم حيدر الجميلي الأمين العام للجنة وسرمد عبد الإله عضو المكتب التنفيذي الأمين المالي اجتماعا مع رؤساء الاتحادات الرياضية. هذا الاجتماع كان تداوليا مهما فيما يخص العملية الانتخابية أفضل
إلى تفاهمات جديدة من شأنها تعبيد الطريق لإقامة العرس الانتخابي بأبهى صورة. المتحدث الرسمي باسم المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الكابتن سرمد عبد الله أكد أن الاجتماع أسفر عن خارطة طريق واضحة لإقامة الانتخابات، مبينا أن اجتماعا آخر سيعقد الخميس المقبل لمناقشة الآليات اللي راح يتم اتباعها في الانتخاب. وأضاف عبد الله أن الاجتماع أسفر عن تحديد المدة من 30 من تشرين الأول ولغاية 15 تشرين الثاني من العام الحالي موعدا لإقامة انتخابات الاتحادات الرياضية، على أن تشكل اللجان المشرفة من قبل الاتحادات المعنية شريطة استحصال تصديق رئيس اللجنة الأولمبية، على أن تكون من أكاديميين وخبراء رياضيين. وأشار عبد الله إلى أن الحوار الذي جمع حمودي مع رؤساء الاتحادات الرياضية كان شفافا للغاية، ووضع مصلحة الرياضة العراقية فوق كل المسميات الأخرى اللي حاول البعض تأسيسها لتحقيق منافع شخصية ضيقة. حقيقة هذا موضوع جدا مهم، وإحنا داعمين لإجراء الانتخابات اللي تأخرت ربما بعض الشيء، لأن كان من المؤمل أن تنتهي قبل 30/9، لكن الشعائر الدينية والمناسبات الدينية لشعبنا العراقي العزيز ربما ستؤخر بعض الشيء هذه الأمور. لكن للدخول في تفاصيل أدق حول هذا الموضوع اللي يشغل جميع الرياضيين، ينضم معنا في اتصال هاتفي من العاصمة الحبيبة بغداد وعلى الهواء مباشرة السيد الأمين المالي للجنة الأولمبية المتحدث الرسمي باسم المكتب التنفيذي الكابتن سرمد عبد الله. كابتن سرمد مرحبا بك ضيفا كريما في الشوط الثالث عبر الشرقية نيوز. كابتن سرمد كابتن تسمعني؟ راح نعاود الاتصال بالكابتن سرمد عبد الله، يبدو انه هذه مشاكل الاتصالات. الحقيقه موضوع انتخابات الاتحادات الرياضيه، نحن كبرنامج كقناه اكبر الداعمين لهذه التظاهره الديمقراطيه، شريطته ان يكون متواجد في الانتخابات الاكاديميين الرياضيين، اصحاب الانجاز، الفنيين لغرض العمل في الجانب الاداري وفي الحقل الفني، لانه تواجد هؤلاء النخبه الطيبه أصحاب التاريخ والإنجازات في العمل الإداري والفني للاتحادات الرياضية راح يعيد المنجز العراقي. الآن يعود من جديد السيد سرمد عبد الله، مرحبا بك مرة أخرى كابتن سرمد. مرحبا بك أستاذ محمد، تحية لك ولجمهورك الكريم. إذا بالبداية تسمح لي أحب أن أقدم الشكر والتقدير باسم السيد رئيس اللجنة الأولمبية والأعضاء المكتب التنفيذي لحضرتك شخصيا ولكادر البرنامج على جهدكم الكبير خلال الدورة الآسيوية ومرافقتكم للبعثة العراقية، وكانت حقيقة شخصية إعلامية رائعة جدا وبشكل احترافي أسعدت جمهورنا الرياضي. نقلت وقائع الدورة الآسيوية إلى الجمهور الرياضي وكانوا متفاعلين معكم ومتفاعلين مع إنجازات هؤلاء الأبطال، وبالتالي نقدم لكم الشكر والتقدير. أشكرك كابتن، هذا واجبنا، ويعني كل ما نقدمه إزاء العراق وإزاء رياضتنا العراقية هو قليل بحقه. أشكرك مرة أخرى. أستاذ سرمد، يا ريت تطلعنا على أهم المحاور التي نوقشت مع رؤساء الاتحادات الرياضية وحضرتك من بين الحاضرين برفقة الكابتن رعد حمودي. طبعا الكل يعلم انه الانتخابات الاتحادات الرياضيه اصبحت على الابواب، وكان هناك اجتماع برئاسه الكابتن رائد حمودي في مقر اللجنه الاولمبيه يوم الاحد الماضي مع رؤساء الاتحادات الاولمبيه، وعقبه باليوم التالي مع رؤساء الاتحادات الغير اولمبيه. وحقيقه توصلنا الى رؤى مشتركه الاليات التي سيتم احتمالها لاجراء الانتخابات. تم تحديد الموعد لانتخابات الاتحادات الرياضيه، وسيكون بالفتره ما بين 30/10 لغايه 15/11. الهيئات الاداريه للاتحادات ستقوم بدعوه الهيئات العامه لها والانديه والمؤسسات التابعه لها من خلال ارسال كتب الى هذه الانديه قبل 45 يوم. الان تقوم الانديه بارسال كتب ممثليها لمن يرشح بالانتخابات او من سيحضر لتمثيل النادي في الانتخابات الى مقر اللجنه الاولمبيه والى الاتحاد قبل 30 يوم من موعد عقد الانتخابات. نعم. وبالنسبه للاجهزه المشرفه للانتخابات، الاتحادات الرياضيه تقدم قائمه الى السيد رئيس اللجنه الاولمبيه من 7 اسماء تكون محصوره ما بين قانوني وما بين خبير رياضي وما بين اكاديمي. والسيد رئيس اللجنه الاولمبيه سيكون صلاحيه تشكيل اللجنه ثلاثه من هؤلاء، وبالتالي
هناك ايضا استاذ سرمد، يعني يا ريت تغير مكانك لانه الاتصال غير صالح. استاذ سرمد العفو، احنا الان بصدد الاستقصاء من معلومات مهمه جدا، فيا ريت تغير مكانك بينما الشباب يعيدون الاتصال بحضرتك، لانه حسب ما فهمت من السيد سرمد عبد الاله انه كل اتحاد ملزم بتهيئه لجنه للاشراف على انتخاباته. يعني هذا اللي فهمته، واللجنة مكلفة أو مؤلفة من خبراء وناس رياضيين، شرط أنهم عدم انتمائهم طبعا أكيد للهيئات العامة لهذه الاتحادات، وبالتالي على كل اتحاد أن يهيئ لجنة. أنتظر انضمام استاذ سرمد. استاذ سرمد عذرا يعني سوء الاتصالات، يعني أنا أفهم أنه كل اتحاد ملزم بتهيئة لجنة يتم المصادقة عليها من قبلكم للإشراف على انتخابات الاتحادات الرياضية، صحيح؟ نعم، هو مثل ما قلت لك الهيئات الرياضية للاتحادات ستجتمع وتقدم قائمة بسبعة أسماء إلى السيد رئيس اللجنة الأولمبية، والسيد رئيس اللجنة الأولمبية اختار ثلاثة من بين هؤلاء السبعة من أجل أن يكونون هيئة مشرفة على انتخابات كل اتحاد. شنو المواصفات اللي لازم تكون موجودة أستاذ سرمد بهؤلاء؟ بس يجب ان تكون يا اما يعني الاشخاص القانونيين او اكاديمي رياضي لديه خبره، يعني شهاده دكتوراه بالدكتوراه الرياضيه او ماجستير، او يكون من الخبراء الرياضيين ممن يعني قدموا خدمات جليله. طيب ولجان الطعون شلون استاذ سرمد؟ لجان الطعون شلون راح تكون من قبلكم؟ احنا بالنسبه للطعن موجود في قانون 16 من يرفض قبول ترشيحه من قبل الهيئة المشرفة على الانتخابات يذهب إلى اللجنة الأولمبية للاعتراض خلال ثلاثة أيام من استلامه عدم قبول ترشيحه، وبالتالي لجنة الطعون هي فقط هذا الموضوع محصور ممن لا يقبل ترشيحه، وأعتقد أنه اللجنة الأولمبية ستشكل لجنة بهذا الخصوص، وما أعتقد أنه راح تكون هناك عندنا مشكلة بهذا الجانب. طيب استاذ سرمد، الحقيقة مشكلة تواجه الجميع لا سيما نجوم الرياضة وروادها اللي طالبوا اللجنة الأولمبية أن تجد لها ثغرة للدخول في الهيئات العامة، يعني ما معقول اتحاد السلة مثلا بنجوم كبار بعيدين عن الهيئات العامة، اتحاد الطائرة باقي الاتحادات، هل هناك يعني ثغرة أو اتفاق أو استثناء من قبل اللجنة شريطة دخول هؤلاء؟ لأنه أنا وأنت والكل يريد أن يستثمر عقلية وجهود الأكاديميين وأصحاب الإنجاز للعمل في الاتحادات الرياضية، هذا الموضوع اللي أحب أو أنتظر رد من حضرتك. أستاذ محمد، يعني الكل يعرف أنه الموضوع هو موضوع قانون، القانون هو كان يحتاج تشريع إلى الفترة الماضية من قبل لجنة الشباب والرياضة، وما أعتقد أنه اللجنة الأولمبية كان لها سبب في إيقاف تشريع قانون اللجنة الأولمبية أو الاتحادات الرياضية. نعم. ومع ذلك إحنا بالنسبة لنا كلجنة أولمبية مستعدين أن نتعاون مع أي جهة أو مؤسسة أنه تحاول أن تبحث لحلول وسطية قانونية ممكن أنه تخدم الرياضة العراقية. نعم. طيب الآن موضوع الولاية لرؤساء الاتحادات، يعني ماكو مشكلة شائبة إذا رئيس اتحاد صار لثلاث ولايات وأربع ولايات من حقه أيضا يجدد إلى ولاية خامسة وسادسة؟ استاذ سرمد، استاذ محمد، هو دائما الاختيار أو القرار هو يكون للهيئات العامة والجمعيات العمومية، احنا متى ما كانت الجمعيات العمومية واعية ومثقفة وقادرة على التغيير، ما أعتقد أنه أي شخص قادر على أن يبقى بمكانه إذا هو ما يقدم خدمة للاتحاد وللعسة. نعم. أما مسألة بقاء من عدم بقاء، القانون يجيز لرؤساء الاتحادات أو أعضاء الهيئات الإدارية البقاء في الترشيح للفترة القادمة، وكذلك الأنظمة الدولية بالنسبة للاتحادات الدولية لا تمنح تكرار الترشيح بالنسبة لأعضاء الهيئات الإدارية. طيب استاذ سرمد، ايضا ان شاء الله بعد انتهاء انتخابات الاتحادات الرياضيه بسلام، وهذا ما نطمح اليه، هل ستتجهون ان شاء الله الى انشاء او انتخاب مكتب تنفيذي جديد؟ حتى انتخابات المكتب التنفيذي ايضا ينتظرها الجميع. بالتاكيد نحن عازمون على الانتهاء من انتخابات الاتحادات الرياضيه خلال شهر تشرين الثاني، ومن ثم ان شاء الله بعد 30 يوم ستقام انتخابات.
نعم كابتن سرمد، أخيرا يسعدني أن أسمع رأيك وبمبادرة الأشقاء الجزائريين وأرسلوا لكم دعوة لزيارة الجزائر وتوطيد العلاقة ما بين الشقيقين، يعني يسعدني أن أسمع رأيك إزاء هذا الموضوع المهم جدا. طبعا بالتأكيد احنا كلجنة أولمبية كان بيان استنكارنا واضح بالنسبة للأحداث اللي جرت خلال المباراة بين الناديين، وبالتأكيد ان نحن حريصين على انه عدم الإساءة لعلم العراق ولسمعة العراق. وبالنسبة للاعتذار المقدم من قبل اللجنة الأولمبية الجزائرية، بالتأكيد نحن كأشقاء نرحب في إنهاء الخلافات وأن تتم إنهاء الخلافات بطريقة ودية، ولا مانع من قبول الاعتذار إذا كانت هناك جدية واضحة بهذا الموضوع. أستاذ سرمد شكرا جزيلا لتواجدك معي وإيضاحك بعض الأمور. أكيد يوم غد أكو اجتماع آخر مع الاتحادات الرياضية، أيضا رح نضعكم بآخر مستجدات ونتائج هذا الموضوع. شكر وتقدير مرة أخرى للسيد الأمين المالي عضو المكتب التنفيذي المتحدث الرسمي باسم اللجنة الأولمبية العراقية الكابتن سرمد عبد الإله. أيضا ما زلنا متواصلين معاكم في هذه الجولة الرياضية لبرنامج الشوط الثالث، ونذهب إلى منتخب شباب العراق الذي يدافع عن كونه بطل لخمس بطولات، بطلا لكأس آسيا للشباب. منتخب شباب العراق غادرنا على بركة الله إلى الدوحة ومن ثم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لغرض الدخول في معسكرين يخوض من خلالهما العديد من المباريات التجريبية التي تأتي في إطار تحضيرات المنتخب الشبابي العراقي لنهايات كأس آسيا اللي راح تنطلق في جاكرتا. الوفد العراقي اللي غادر يتألف من مالح مهدي رئيسا للوفد، جليل صالح مديرا إداريا، قحطان كثير مدربا للمنتخب، غالب عبد الحسين ومؤيد جودي مساعدين، حسين جبار مدربا لحراس المرمى، أرشد الساعدي منسق إعلامي، بدران عبد الرزاق طبيب، عبد الرحمن جابر وعبد العباس معالجين، وعدي جبار إداري، وحميد محسن مديرا للتجهيزات، و23 لاعب تخلف من بينهم حسن عبد الكريم جبار بسبب منعه من السفر من قبل الكادر التدريبي لنادي الشرطة لأسباب مجهولة. القرعة اللي أوقعت منتخبنا إلى جانب اليابان وكوريا الشمالية وتايلند اللي راح تنطلق طبعا الشهر المقبل في العاصمة الإندونيسية جاكرتا. الحقيقة الموفقية والنجاح نتمناها إلى منتخب شباب العراق اللي يوم أمس سمعنا الكابتن قحطان كثير يتحدث بمرارة عن غياب أبسط مستلزمات تجهيز المنتخب من قبل ملعب يليق بمكانة منتخب شباب العراق بسبب الإجراءات الصارمة اللي تفرضها وزارة الشباب ومصادرتها عنوة إلى ملاعب العراق. يعني هذا الموضوع الحقيقة لا حد يرمي الكرة في ملعب فلان وعلان، إحنا الآن لازم نجسد مكامن الخلل. منتخب شباب العراق تابع لاتحاد الكرة وتابع للعراق، وبالتالي هذا الاتحاد ما عنده ملعب لأنه هو عنده بس مقر، يعني بالجلف بطرق المقر. طيب الملاعب اللي موجودة في بغداد مراكز تخصصية سيطرت عليها وزارة الشباب، ملعب الشعاب أخذت وزارة الشباب، ملعب المدينة الرياضية أخذت وزارة الشباب، ملعب الإعمار أخذت وزارة الشباب، ملعب كربلاء الدولي أخذت وزارة الشباب، ملعب النجف الدولي أخذت وزارة الشباب، أعد لو كافي. هاي الملاعب كلها صادرتها وزارة الشباب، يعني ما يقدر أحد يدخل إذا ما يدفع. وذاك اليوم قضاة ناجدوني قالوا يابا إحنا نتمرن ساعة زمان بملعب الشعب الثاني، فرضوا عليهم أجور، تعالوا دفعوا يلا. يا مو إحنا قضاة وإحنا وضعنا مختلف وإحنا لازم يعني عندنا دعم من قبلكم أنتوا يا وزارة الشباب، إحنا اثنين حكومة. لكن لا، عند عبد الحسين عبطال لا، الفلوس وبس انتهى الموضوع. هذا الموضوع الحقيقة لا يليق بمكانة العراق. العراق اللي عنده ملعب تأسس سنة 66، والله يرحمكم بن كيان أسس لنا ملعب الشعب اللي كان كل الدول العربية ما عندها ملاعب تلعب على تراب ورمل، والعراق عنده ملعب ومدينة رياضية اسمها مدينة الشعب الرياضية بها كل شيء. الآن احنا عندنا ملاعب بفضل الله وفضل فلوسنا وفضل جهود الخيرين، لكن منتخب شباب العراق ما عنده ملعب يتمرن. وبالتالي قحطان كثير حكاها بصراحة، قال إذا انسدت كل الأبواب أمامنا راح نروح نلعب بالحدائق مال صدر القناة اللي بوسط بغداد. طبعا هذا الكلام أنا أعتبره كبير كبير،
وين دور الحكومة؟ الحكومة اللي دفعت فلوس حتى وزارة الشباب تبني ملاعب للعراقيين، أما أني أفرض فلوس وأسدهن وأقفلهن وممنوع أحد يطوب، ولا تدفع فلوس ولازم تتأجر. يا أخي الاستثمار، نعم إحنا وياك استثمر، بس استثمر مو للمنتخبات الوطنية العراقية مثل ما صارت وزارة الشباب بشخص عبد الحسين عبطان يطلب 425 مليون من اتحاد الكرة، لأن استضافوا الأشقاء الأردنيين الأعزاء اللي تشرفنا بحضور سمو الأمير علي بن الحسين وكسر الحظر المفروض على الكرة العراقية وجو لعبوا بالبصرة. وزير الشباب يقول لهم للاتحاد دفعوا لي 425 مليون لان هذا الملعب يا اخي الملعب مالك هو، شنو علاقتك انت؟ يا اخي لا تخلينا نحكي ولا تخلينا مرات نقول كلام وتركضون للمحاكم تشتكون علينا على ها تجاوز علينا. يا اخي ما يصير يا اخي، انت الان ما احكي وياك لان انت منتهي الولايه، انت الله وياك. ننتظر ونتوسم خيرا بالوزير اللي راح يجي، ان شاء الله يفتح الابواب للمنتخبات الوطنيه للانديه الرياضيه شريطه الحفاظ عليها. نعم احنا مع الحفاظ على المنشا لان هذا منشا وطني تابع للشعب، ما تابع لحكومه ولا تابع الوزير. عبطان اليوم وزير، باكر يجوز يقعدوا ببيتهم، باكر يجوز يرجع منين مجانه. فهذا الموضوع اللي بدنا نحكي به. عموما الموفقيه والنجاح الى منتخبنا الشبابي في مهمته الاسيويه. الى محافظة أربيل العزيزة هولير العراق من قلب كردستان العزيزة، سمعنا أن هناك أنباء تفيد بهدم لملعب فرانسو حريري الدولي، هذا الملعب الذي يقع في وسط محافظة أربيل. محافظ أربيل نوزاد هادي أكد للشوط الثالث أن المزاعم التي تحدثت عن هدم ملعب فرانسو حريري غير صحيحة، مشددا على أن هذا الملعب جزء من تاريخ أربيل. وجاء في بيان للمحافظ اطلع عليه الشوط الثالث اليوم أنه بشأن المزاعم التي تحدثت عن هدم ملعب فرانسو حريري لغرض إقامة مشاريع استثمارية وبناء ملعب جديد، كلها مزاعم كاذبة وليس لها أي أساس رسمي، مشددا على نفي الخبر من أساسه. وأكد أن ملعب فرانسو حريري جزء ظاهر من تاريخ أربيل وثقافة التعايش المشترك ومحل فخر لجميع الرياضيين ومحبي الرياضة اللي يمثلون شاهدا للحقائق. وشدد البيان إن كان هناك أي تحرك أو نشاط استثماري بمحيط الملعب فإنه سيكون إيراداته لخدمة الرياضة ونادي أربيل، لافتا إلى أن ذلك لا يعني وجود نية لهدم الملعب. وطمأن محافظ أربيل الجميع بأن الملعب سيبقى كما هو لأنه يمثل جزءا من مفاخر تاريخ أربيل حسب وصفه. هذه اللقطات لملعب أربيل. الحقيقة احنا ايضا تفاجئنا انه ملعب أربيل متعرض للهدم، لا لا، الحقيقة اكو شغلة لازم نشيد بيها وهذه تجير الى العقلية الاحترافية الإدارية لنادي أربيل والمتمثلة بالدكتور عبد الله مجيد اللي اوجه له التحية والاعتزاز. الحقيقة نادي أربيل الان تقريبا ما محتاج للحكومة ودعم الحكومة، هو محتاج مو محتاج، ولكن مو مثل باقي الأندية اللي تنتظر عطف وزاراتها. الآن عقلية إدارة نادي أربيل استثمرت المنشآت الحيوية اللي داير ميدور الملعب من كارفور إلى أسواق إلى محلات إلى جراجات، وخلت إيراداتها كلها إلى إدارة نادي أربيل. هذه الحقيقة الخطوة الاستثمارية اللي نتمنى أن تعزز ونتمنى أنه يحذو حذوها بقية الأندية، تفكر شلون تستثمر مقراتها وسرعتها استقلالية. راح نخفف العناء من مطالب الإدارات الأندية بمبالغ من الحكومات. فالحقيقة تجربة رائدة رائعة، أتمنى لها أن تتعزز بالكثير الكثير، لأن رحنا وشفنا أربيل وملعب فرانسو حريري نجاح نجاح كبير في احتضانه لعدد من الفعاليات على المستوى الدولي على المستوى الآسيوي، حضور جماهيري، انضباط، انسيابية بالدخول والخروج، كل معايير الاتحاد الآسيوي طبقت في هذا الملعب اللي أتمنى الموفقية والنجاح. والحقيقة أنا طموحي أتمنى أنه أربيل وبقية محافظاتنا العزيزة أن يكون بها أكثر من ملعب. شنو الضرر إذا صار في أربيل أكثر من ملعب؟ إن شاء الله هذا ما نتمناه. الموفقية والنجاح أيضا إلى نادي أربيل بعودته من جديد إلى مصاف دوري الكرة الممتاز.
أيضا نذهب من أربيل إلى السماوة، ودائما في الشوط الثالث نتجول ونضعكم في أحداث وأخبار الرياضة في كل محافظاتنا العزيزة. زميلنا حسين الخزاعي الحقيقة وافانا بهذه اللقطات الجميلة لأكاديمية ألكسير للكاراتيه في محافظة السماوة، اللي نظمت الحقيقة في محافظة المثنى البطولة الأولى للكاراتيه بمشاركة 300 لاعب ولاعبة من فئات عمرية مختلفة، وذلك على قاعة السماوة للألعاب الرياضية بحضور عدد من رياضي المحافظة وممثلين عن اللجنة الأولمبية والاتحاد المركزي للكاراتيه. مراسل الشوط الثالث في السماوة أكد أن البطولة أشرف عليها عدد من الحكام الدوليين في لعبة الكاراتيه، جاءت بعد أشهر من الحصص التدريبية المنوعة لمختلف الأعمار، مشيرا إلى أن الأكاديمية بدأ التخطيط لإنشائها في عام 2014، وزودت المشتركين بشهادات معترف بها من قبل منظمات دولية. وأضاف أن البطولة تعتبر مناسبة لاكتشاف المواهب واختيار منتخبات للمشاركة في البطولات المحلية والدولية مستقبلا. هذه اللقطات اللي نشاهدها الحقيقة، ونتقدم بالشكر الجزيل لزميلنا مراسل الشرقية نيوز في السماوة حسين الخزاعي اللي وافانا بهذه اللقطات الجميلة الرائعة، وأيضا هذه اللقاءات اللي راح نتابعها. ربما نبدأها بالسيد عادل عيدان، الدكتور عادل عيدان رئيس الاتحاد العراقي للكاراتيه، وهذه اللقطات الجميلة للفئات العمرية لتعزيز واقع لعبة الكاراتيه في العراق. نتابع هذه اللقطات وهذه اللقاءات. اليوم حضرنا لمحافظة السماوة لحضور هذا النشاط الرياضي الجميل. كان جميل جدا ان نشوف هذه القاعده الكبيره الموجوده، الشيء الاجمل ان نشوف اولياء الامور حاضرين رغم حراره الجو. هذه البطوله استعدادا لبطوله الانديه العراق التي تقيمها الاتحاد المركزي نهايه الشهر العاشر، كذلك لاختيار بعض العناصر لتمثيل المنتخب. سوف يعمد الاتحاد الى اقامه معسكر تدريبي للفائزين استعدادا للنشاطات الخارجيه. شارك في البطوله قرابه 300 لاعب ولاعبه، والهدف من البطولة هو تنشيط الحركة الرياضية، والهدف الأسمى هو رفع العلم العراقي في المحافل الدولية إن شاء الله. البطولة حقيقة أقيمت بجهود ذاتية في محافظة المثنى، حضر فيها دكتور عادل عيدان رئيس الاتحاد العراقي المركزي وأعضاء الاتحاد المركزي وبعض الحكام الدوليين من المحافظات المجاورة للدعم المعنوي لنا، نشكرهم على هذا الحضور، ونطمح إن شاء الله بالمستقبل أن تنظر الدولة إلى الرياضة، من يدير الدولة إلى الرياضة والرياضيين بعين أخرى، لأنهم هم السفراء الحقيقيين لثقافة وإمكانيات البلد. ما عندنا لا تجهيزات اللاعبين، ما عندنا لا بدلات، يعني اللاعب يجي يتدرب يمول روحه، إضافة إلى النادي ما يدعمك حتى بطاعة، حتى بمي، حتى بأي مقومات الأندية ما تدعمنا، إضافة إلى إحنا ندعم من جيبنا، مشاركاتنا بالبطولات من جيبنا، إحنا جايين هنا اليوم للسماوة دعم كل الفلوس من جيبنا كمدربين، ولا أن رواتب من الأندية، لا أن رواتب من الاتحادات، إضافة إلى نقص البطولات، يعني العراقي بالسنة كلها بطولة واحدة متقدمين وبطولة الشباب و21 سنة، إضافة إلى بطولة الأشبال والبراعم، صار لنا عدة سنوات، إحنا تلاقي السنة الثالثة ندرب وكل سنة نداعي الاتحاد ببطولة يقول ما عندي مادة أسوي بطولة، ما عندي فلوس أسوي بطولة، إضافة إلى البطولات قد تكون في المركز، يعني قريبة على كل المحافظات الشمالية والجنوبية. هاي أول مشاركة لي بمحافظة المثنى السماوة، أنا أسماء من محافظة كربلاء المقدسة. أشكر رئيس الاتحاد وأشكر المدربين، فأتمنى من الاتحاد أن يكثفوا القاعات بالعراق للفريق النسوي، لأن مثل ما تعرف يعني قليل من القاعات يعني للفريق النسوي يعني بالعراق. شكر وتقدير إلى زميلنا حسين الخزعلي مراسلنا، مراسل الشوط الثالث والشرقية نيوز. نتمنى أن توافينا مستقبلا في كل الأخبار والمتابعات الرياضية من أجل وضعها أمام مشاهدينا الأحبة. طبعا اليوم من أربيل إلى السماوة نعود بكم إلى الموصل الحدباء، الموصل العزيزة اللي نحرص كل الحرص على أن نضعكم في قلب مستجداتها الرياضية بعد أن عادت إلى أحضان الوطن لتمارس حياتها على أمل أن ترتقي من جديد رغم الآهات والمشاكل اللي تواجهها. بعد غياب دام أكثر من 4 سنوات عادت الكرة الشاطئية إلى محافظة الموصل بعد أن احتضنت مؤخرا على أرض ملعب نادي نينوى الرياضي في منطقة الغابات السياحية بالجانب الأيسر من ضفاف
استضاف نهر دجلة الخالد منافسات بطولة أندية المحافظة بكرة الطائرة الشاطئية اللي أقامها الاتحاد الفرعي بنجاح بعد انقطاع دام لأكثر من 4 سنوات، وشهدت مشاركة 10 أندية رياضية، وأسورت نتائجها عن فوز فريق قرقوش بالمركز الأول بعد أن تغلب في المباراة النهائية على غريمه نادي الموصل الأم بشوطين مقابل شوط واحد. أما المركز الثالث كان من نصيب نادي القيارة، وبعدها وزعت الجوائز التقديرية على الأندية الفائزة بالمراكز الثلاث وعلى حكام البطولة من قبل الدكتور خالد عبد المجيد رئيس اتحاد كرة الطائرة ونائب رئيس ممثلية اللجنة الأولمبية في نينوى. شكر موصول لزميلنا محمود السليفاني اللي دائما ما يوافينا بآخر المستجدات الرياضية والمتابعات، وأيضا رح نأخذكم إلى عدد من اللقاءات اللي أجراها زميلنا محمود السليفاني مع عدد من المعنيين لمنافسات هذه البطولة الجميلة اللي أتمنى أن تعود بحلة جديدة وبمستلزمات أفضل من اللي نراها. اليوم اختتمت بطولة الكرة الطائرة الشاطئية في محافظة نينوى التي شارك بها 10 أندية من المحافظة، ونشكر كل ساهموا بهذه البطولة، وهذه البطولة مدتها 10 أيام والحمد لله قامت بنجاح باهر وعلى مستوى العراق في هذه الساحات، ساحة نادي نينوى اللي أقيمت بها هذه البطولة. الحمد لله والشكر، اليوم استطعنا الفوز ببطولة محافظة الموصل بكرة الطائرة الشاطئية، يعني شعور ما يوصف. الحمد لله والشكر، تعبنا كثير بهذه البطولة، وأهدي هذا الفوز يعني المدرب وأخوي أستاذ قيس لأن تعب ويانا كثير، ويعني هو كان السبب بهذا الفوز، والحمد لله والشكر. اليوم احنا تأهلنا إلى المباراة النهائية، كانت المباراة النصف النهائي بين نادي هما نادي قرقوش أيو وبي، هو كرة الشاطئية يشاركون فريقين، الفريق الأول ألف والفريق الثاني باء. احنا بنصف النهائي تلاقينا نادي أيو نادي باء، احنا فريق باء تأهلنا المباراة النهائية، راح نلعب نادي فريق نادي الموصل فريقي. هذه البطولة مثل ما تعرف صار تقريبا أكثر من 10 أيام، تأجلت إلى بعد عيد الأضحى المبارك، إن شاء الله المباراة النهائية نحقق الفوز على نادي الموصل. شكر وتقدير إلى زميلنا محمود السليفاني وإلى فريق عمله المتواجد في الموصل العزيزة الغالية. الحقيقة أتمنى من اتحاد الطائرة ومن مناف فاضل رئيس الاتحاد أن يلتفت إلى الكرة الطائرة في الموصل ولا سيما الكرة الشاطئية، لأن هذه جزء لا يتجزأ من منظومة كرة الطائرة العراقية، وأيضا اللجنة الأولمبية اللي أتمنى أن ترفض وتدعم رياضيي الموصل، لأنه مثل ما شفنا حقيقة وكنا ألم قلة التجهيزات وحتى المنشأ اللي تمارس عليه هذه اللعبة، لكن هذه أفضل من أن نحن نوقف ومنسوي نتائج ومنسوي نشاطات. وبالتالي أبارك لكل الجهود التي تحاول أن تنفض غبار الحرب التي فرضت على الموصل وبقية محافظاتنا العزيزة، وأن تعود سالمة مشافاة معافاة بإذن الله تعالى وبقية محافظاتنا العزيزة. نبقى في الموصل العزيزة، رواد الكرة ونجوم رياضة الموصل احتفوا بعودة اللاعب الدولي السابق والنجم الكروي المدرب الحالي طبعا الكابتن عائد أسو الذي عاد إلى أحضان الوطن وإلى مدينته العزيزة الغالية الموصل بعد أن أجريت مباراة تكريمية لهذا اللاعب اللي حمل شارة القيادة مثل ما حملها سنوات طويلة، وهو يدافع عن ألوان الكرة الموصلية في مباريات الدوري، وأيضا كان خيرا ممثلا مع عدد من لاعبي محافظته في المنتخبات الوطنية. مباراة جميلة الحقيقة، ضمت نخبة من رواد الكرة الموصلية وعدد من نجومها اللي احتضنها ملعب جامعة الموصل، وهذه اللقطات اللي طبعا وافانا بها زميلنا محمود السليفاني، وقدمت
بعد هذه المباراة الهدايا التقديرية لعائد أسو ولعدد من النجوم من قبل عدد من مسؤولي الحركة الرياضية، من بينهم الأستاذ شاهين رئيس الاتحاد الفرعي، وأيضا الأستاذ رائد العبيدي رئيس نادي الموصل. وهذه اللقطات اللي طبعا أيضا أجرينا لقاء مع النجم الدولي السابق عائد أسو اللي عبر عن فرحه وسروره للعودة مجددا إلى مدينة الموصل. نتابع هذا اللقاء لإجراء زميلنا محمود الستيفاني. والله يعني بصراحة مبادرة يعني رائعة من الاتحاد الأخوان أستاذ شاهين وكل الأعضاء الموجودين مشكورين عليها هالمبادرة الرائعة اللي جمعتني مع أخواني وزملائي اللي عاصروني في نادي الموصل ومنتخبات الفئات العمرية ناشئين وشباب ومنتخب، وفرحان جدا بهذا اللقاء، وأتمنى من الله عز وجل أن يجي اليوم ونرجع ونعمل في محافظتنا مع أخواننا زملائنا الرواد في محافظة نينوى. والله يعني بصراحة دا أشوف الشباب ما شاء الله، يعني النادي الموصل فريق جيد وأتوقع له مستقبل إن شاء الله زاهر مع الكابتن أبو نور. وتعرف احنا في السابق كنا نلعب من اجل الحب لخدمة المحافظة نينوى وحب المدربين والنادي واللاعبين والصداقة والزمالة اللي كانت بيناتنا، ما كنا نفكر لا بالعقود ولا بالرواتب ولا في هذه الامور، فاختلفت من ذاك العصر لهذا العصر، يعني صارت امور هسه قاموا يفكرون بالعقود وحقهم، يعني الظروف يعني تتطلب ان يلعبوا في هكذا امور، وتختلف من جيل السبعينات الثمانينات التسعينات الى هالجيل الألفين وبعد الألفين، وان شاء الله نتمنى لهم كل الموفقيه والنجاح في محافظه نينوى. إذن الحمد لله على سلامتك كابتن عائد أسو اللي غادر الوطن العزيز الغالي واستقر في استراليا، لكنه ظل مستمرا مع الرياضة في العراق مع زملائه وأصدقائه. والحقيقة هاي اللحظات الجميلة اللي كنا حاضريها ووثقناها عبر برنامج الشوط الثالث نمت عن حب هذا النجم الكبير مع أيضا النجم الآخر الكبير حارس محمد اللي أيضا زار مدينة الموصل. وأتمنى من كل طيورنا نجوم الرياضة العراقية أن يعودوا مرة أخرى إلى أحضان الوطن، نحن بأمس الحاجة لعودتهم والاستفادة من خبراتهم. إذن عودة ميمونة إن شاء الله لعائد أسو وإلى نجوم الرياضة العراقية، وشكر مرة أخرى لزميلنا محمود السليفاني. سادتي المشاهدين، كنا معكم في هذه الساعة الرياضية اللي جولنا في كل محافظاتنا العزيزة ووضعناكم بآخر المستجدات، نتمنى أن تكون هذه الحلقة قد نالت رضاكم. للتنبيه، يوم غد بإذن الله تعالى سيكون ضيفنا السيد رئيس اتحاد الكرة العراقي عبد الخالق مسعود للحديث في قضايا مهمة جدا تشغل الكرة العراقية وما تواجهه من تحديات، لذا نسترعي انتباهكم. سادتي المشاهدين، أنقل لكم تحيا جميع زملاء العاملين في استوديو البث في الكنترول، ومن زميلي مخرج البرنامج علي باقر، ومني أنا محدثكم محمد إبراهيم الناصر، على أمل اللقاء بكم بإذن الله يوم غد. طبتم في أمان الله، إلى يوم غد أقول لكم في أمان الله.